مساء الخير واهلا بكم الى نشره المسائيه المفصله من الاو تي في التي تبث ايضا عبر صوت المدى. صدم اللبنانيون اليوم مرتين، الاولى من الافراج عن شادي المولوي، والثانيه من قيام ما يسمى بجيش سوريا الحر بخطف 12 مواطنا لبنانيا كانوا عائدين من ايران عبر الاراضي السوريه، ما اثار اهاليهم الذين عمدوا الى قطع الطرقات وحرق الدواليب. إلا أن الإفراج عن المولوي بقرار قضائي شكل ضربة قاضية للدولة من متهمين كان ملفهم موثقا حتى ساعات، فقد خسرت الدولة وربحت سياسة النائب النفس، فطارت المؤسسات وربح المولوي ومن خلفه ومن معه. ضربت هيبة الدولة ومصداقيتها عندما أفرج عن المولوي نتيجة لتدخلات سياسية، كما يتحدث المواطنون على أكثر من موقع إلكتروني وهم بالألاف في وقت يتم فيه توقيف جنود بواسل. وهكذا أصبح منذ اليوم ممنوع على الجيش والأجهزة الأمنية أخذ المبادرة والتحرك وحتى الدفاع عن النفس. وكيف ستجرؤ هذه الأجهزة على توقيف مواطن عليه شكوى شك من دون رصيد، أو آخر يتسول أو يسرق ليطعم أولاده أو عائلته؟ بازار المقايضة انتصر على منطق الدولة، ونحن اليوم أمام شلل أمني بعد الشلل المالي والإداري، والمسؤول عن كل ذلك رئيس البلاد ورئيس حكومته وبعض الساسة الذين يخافون على مراكزهم. اليوم تكرست معادلة مخيفة: انتمي إلى تنظيم تكفيري واحمل السلاح وانعم بحريتك، فالدولة غير قادرة على محاسبتك. لقد انتصر منطق اللا دولة، وليعش الشخص المتلهف لشعبية ما فيما الوطن كله في مهب الريح والأطمع. اليوم حولوا شعار الجيش هو الحل إلى الجيش هو المشكلة، وبالتالي انزلقنا إلى منطق عاشه اللبنانيون عام 75 عندما أصبح الفلسطينيون هم جيش الدولة، واليوم أصبح الجيش الحر هو المطلب. المشكلة بدأت الآن وفي الشمال تحديداً، ومن يعتبر نفسه منتصراً أصبح يعتبر نفسه مسيطراً وهنيئاً للمنطقة العازلة التي سنسميها إسلامي لاند في الشمال، والتي تذكرنا بفتح لاند في الجنوب في السبعينات. إلا أن البداية من مار مخايل، حيث الزميل مارون نصيف واحتجاجات أهالي المخطوفين. مارون، كيف هي متابعة أحوال الشارع؟ نذكركم مشاهدينا بأنه كما ذكرنا قبل قليل في معلومات للأو تي في، فإن أوساط هؤلاء الخاطفين هي تتأثر أو يتأثر الخاطفون بأوساط تركية معينة، وهذا ما يجعل الاحتمالات واردة ربما لنقل المخطوفين إلى تركيا بحسب المعلومات التي وردتنا. وفي أي حال، في حال ورود أي معلومات جديدة سنوافيكم بها مباشرة. نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله بعد هذه الحادثة. قبل المتابعة، وردنا منذ قليل بأن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استنكر ما جرى لجهة خطف اللبنانيين في حلب. نتابع في نشرتنا: تكفيريو طرابلس استقبلوا المولوي كبطل فيما لم ينس هو أن يشكر ميقاتي والصفدي على جهودهما للإفراج عنه، كما وجه تحية لسوريا المعارضة. قبل المتابعة، نعود مجددا إلى الزميل مارون نصيف المتواجد أمام كنيسة مار مخايل، حيث الاحتجاجات بسبب خطف اللبنانيين في طريقهم للعودة عبر حلب. مارون، ما الجديد لديك؟ تفضل. بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، رفض العماد ميشيل عون توقيف عسكريي الجيش، مؤكدا أن من حرضوا ضد الجيش سيصبحون بخبر كان. وكان العماد عون بحث في دارته في الرابي مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان نصر. هذا الموضوع وباقي التطورات نتابعها مع ضيفنا في الاستوديو، المحامي والكاتب السياسي جوزيف بوفاضل. سيد بوفاضل، مساء الخير. أول شيء، يمكن لابد من أن ننطلق من حادثة الاختطاف يلي صارت، يعني اليوم في حادثتين زي ما إطلاق المولوي بنفس الوقت الاختطاف، أو شو برأيك في علاقة بين الاثنين؟ وزير الداخلية مروان شربل يؤكد أن القضاء لم يتعرض للضغط لإطلاق سراح شادي المولوي، داعيا السياسيين إلى إعلان حالة طوارئ سياسية في البلاد. أن لواء عباس إبراهيم قام بعمله على أكمله. الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو يشير إلى أن طرابلس أصبحت صلة الوصل بين جمعيات خيرية في الخليج والسلفيين في سوريا.
في إطار التنسيق المستمر بين الطرفين، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، زار وفد من حزب الله من دارة رئيس الجمهورية السابق أمين لحود دعم للجيش اللبناني وتخوف من جر البلاد إلى حرب أهلية. بعد التهجم على كلام المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بشأن الوضع الأمني اللبناني وتأثيره على وضع بلاده، السفير السوري يرد على المعترضين. قبل المتابعة نشير إلى أنه على خلفية اختطاف اللبنانيين في حلب، فقد أجرى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية هذا الحادث وتداولوا بالأمر. كما ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن الجيش السوري يدخل إلى بعض المناطق ويقتحم مناطق معينة في حلب، حيث يشتبه بوجود المختطفين في هذه المناطق لتحرير اللبنانيين. على أي حال سنوافيكم بأي جديد فور وروده إلينا في خلال النشرة بعد الفاصل. دول أمهات لما يزعجوا طفلهم الرضيع، ورح نجاوب عن سؤال بيتعلق بنسبة الكالوريز بالألكول. النسوان اللي بيرضعوا بينعطيهم نصايح كتير مثل شرب الماء والسوائل بكثرة، وأنه يتبعوا حمية غذائية متوازنة ومتكاملة. لازم الأم تنتبه على إشارات بيعطيها إياها الولد مثل انزعاج، تقيؤ، أوجاع بطن أو طفرة بجسمه. ليه معقول يبينه بعد ما تستهلك نوع أكل معين؟ اليوم رح نتطرق على موضوع أنواع الأكل أو السوائل اللي معقول يزعج الطفل الرضيع، واللي لازم الأم تتفادى استهلاكهم أو تقلل من كميتهم. خفف القهوة أو الحليب ومشتقاته الغير المبسترين، وغسله منيح الفواكه والخضرة قبل استهلاك. سألنا مسيو باسيل قدي في كالوريز بالألكول. الوحدات الحرارية الموجودة بالكحول تفرق بحسب نوع الألكول إذا كان مخلوط مع غير شيء. رح أعطيك كم مثل عن الكحول الأكثر شيء مستهلكة وعدد الوحدات الحرارية اللي بتحتويه. تخلص حلقتنا، نلتقى بالحلقة الجاية.